سقوط كويكب عملاق، كوارث طبيعية تدمر الأرض، نهاية حكم الديناصورات. إيه سبب سقوط الكويكب وحصل إيه بعد الاصطدام؟ ليه في كائنات عاشت بعد موت الديناصورات؟ هل في أدلة علمية ولا دي مجرد نظريات على ورق؟ كل ده وأكتر هنناقشه في حلقتنا النهاردة، قصة الإنقراض. هنتعرف على كل تفاصيل يوم الإنقراض لحظة بلحظة، وهنشوف إزاي الأرض تعافت من الكارثة الطبيعية دي. وقف الفيديو وجهز مشروبك المفضل علشان هنسافر في رحلة ليوم نهاية الزواحف العملاقة. ومن غير كلام كتير اديني الانترو علشان نخش في الفيديو على طول. في الفضاء الشاسع تحديدا على بعد 320 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، مجموعة من الصخور العملاقة بتدور في حزام الكويكبات ما بين المريخ والمشتري، بيتحركوا في مدار منتظم بكل تناغم وتجانس، إلا واحد قادم بسرعة كبيرة للاصطدام في إحدى الكويكبات ليسبب انحراف في مسار كويكب واحد ويغير اتجاه دورانه. في الوقت ده على كوكب الأرض الديناصورات كانت مهيمنة، لأننا كنا في العصر الطباشيري، وفي شمال أفريقيا عاش الإسباينوسورس حياة في سلام على ضفاف الأنهار. كائن ضخم جدا مفترس، لكنه بيعيش أغلب حياته في المستنقعات، ولما الأكل بيبقى شاحح بتكرر العيلة الجميلة دي الذهاب للبحر علشان يصطادوا. البيئة اللي أمامنا مليئة بالأشجار والزرع، لكن حاليا هي الصحراء الغربية لمصر. الإسباينو الكبير لازم يهتم بالأطفال لحد ما يبلغوا السن المناسب للاعتماد على نفسهم، وعلى الرغم ان الاسباينو بيمتلك فك مليء بالاسنان الا ان فكه ضعيف غير مهيئ لتكسير العظام، لكنه متخصص في الامساك بالاسماك. الموضوع بيبقى سهل على الاباء في تقطيع الفريسه، ضربتين بالمخلب العملاق السمكه هتموت على طول، لكن الاطفال بيلجأوا لطرق تانية علشان يتمكنوا من الفريسه. الاسباينوسورس كان مهيمن على المناطق الساحليه في شمال افريقيا، لكن في البريه الكاركاردنتوسورس هو والعيله الكبيره بتاعته كانوا بيرعبوا أي حد قدامهم، بس السماء فيها مخاطر كبيرة وتهديدات عظيمة على الصغار، التروسورات، الزواحف المجنحة، ملوك السماء. وفي الأغلب التروسورات بتتغذى على الأسماك، لكن الكيتس الكواتلس العملاق ممكن يلتهم الصغار، فلازم الكاركاردنتوسورس ياخد باله كويس، لأن لو الأطفال بعدوا عنه ممكن يزعلوا جامد جدا. لكن بكل المقاييس الحياة في بدايات العصر الطباشير المتأخر كانت أجمل بكتير من نهايته، زي ما تقول دي كانت بداية النهاية. مع مرور السنين الكويكب بيقرب من كوكب الأرض ومنطلق بسرعة تصل ل 65 ألف كيلومتر في الساعة. لو بصينا على سطح القمر بنلاقي حفر كبيرة بأقطار مهولة، وده دليل على حمايته للأرض من كويكبات كانت ممكن تصطدم بيه. ببساطة الكويكب بينجذب للقمر، وده شيء طبيعي علشان هو قمر، وينحرف عن مسار اصطدامه بالأرض، لكن جاذبية القمر ما كانتش أقوى من جاذبيتك يا عز المشاهد، فزي ما تقول كده الكويكب كمل ناحية الأرض عادي. بس يا جيو أنا مكنتش هناك، فإيه الجاذبية اللي أنت بتتكلم عنها يعني؟ ما أنا عارف يا عز المشاهد، بس بحب أدلعك شوية. في أمريكا الشمالية بنجد التيركس الطاغية المسيطر على الغابات، ديناصور أغلب الناس عارفاه، ديناصور قوي ذكي متربع على قمة السلسلة الغذائية، ما بيخافش من أي حاجة، لكن اللي جاي عليه دوت لازم يخاف منه. حياة التيركس في النهار بتتمثل في الصيد والتفكير في الفريسة المناسبة، ممكن تكون إدمنتوسور أو ترايسيراتوبس. اختيار الفريسة هيكون على حسب هل في مساعدات جماعية ولا الاصطياد هيبقى فردي. وبينما تتقاطر الديناصورات نهارا، كائنات مهمة جدا في حلقتنا بتطلع بالليل. الثدييات من 65 مليون سنة عاشت في الظلام تحت الأرض في ظلال الديناصورات، اعتادوا على الحياة الصعبة، أكل قليل، درجات حرارة غير متزنة في الأنفاق، وتعرض ضئيل جدا للشمس. لكن هل الحياة هتستمر على كده؟ في منتصف المكسيك قطيع من الألموسور بيتنقلوا للبحث عن الطعام. ديناصورات بالحجم ده بتحتاج لأطنان من النباتات علشان يقدروا يعيشوا، بتحركوا بسرعة ناحية الغابات وإلا هيموتوا من الجوع، ما يعرفوش إن الكويكب جاي عليهم بسرعة مهولة.
مع دخول الكويكب لمدار جاذبية الأرض ابتدى يتسارع بشكل مهول لتتحول سرعته من 65 ل 72 ألف كيلومتر في الساعة، ومع كل لحظة السرعة بتزيد. على الرغم من أن الديناصورات عاشت على الأرض أكتر من 150 مليون سنة، مفيش أي حاجة بتدل أن الحقبة على وشك الانتهاء. تناغم كبير، تنوع في أشكال الحياة، نباتات، حشرات، زواحف بتطير، ديناصورات عملاقة، ده حتى كان فيه شوية ثدييات لكن على استحياء. وفي يوم من الأيام يا عزيز المشاهد، أنكيليوسورس بيبص للسماء بالليل وشايف نجم بيلمع، ومع مرور الأيام لمعان النجم بيزداد، فبعت للترايسيراتوبس على الواتس علشان يقول له الحق صور المنظر الجميل ده. وبالفعل الترايسيراتوبس طلع الايفون بتاعه وابتدى يصور، بس لمعان النجم عمال بيزداد لدرجة انه شك ان دي مش نجمة، لكنه قفل الموبايل وراح نام. بعد مرور ساعات حجم الكويكب بقى تقريبا زي حجم الشمس، ومع كل لحظة بيقرب فيها الحجم بيزداد. وفي سواحل يكتان بنينسلة الكويكب بيصطدم بالأرض. عارف يا عزيزي المشاهد القنبلة اللي اترمت على هيروشيما وناجازاكي؟ ابحث عنها لو مش عارفها واعرف الأثر بتاعها. أهو الاصطدام اللي حصل في سواحل المكسيك ده بيوازي مليارات القنابل النووية، خد بالك مليارات مش ملايين. كويكب بحجم جبل إيفرست بسرعة جبارة مسح أي كائن موجود في محيط 1500 كيلومتر، وفي لحظة واحدة درجة الحرارة ارتفعت لعشرات الآلاف درجة مئوية. في مركز الاصطدام الحرارة المهولة حفرت قشرة الأرض لعمق 25 كيلومتر، ومع صعود القشرة الأرضية المنصهرة تاني ارتفعت 10 كيلومتر فوق سطح المية، كأن القشرة الأرضية بقت شوربة وعمالة تبقبق شوية فوق وشوية تحت. وطبعا ده دمر جزء كبير من الكرة الأرضية ودفع بعدد هائل من الصخور للغلاف الجوي، والبعض كمان خرج من الغلاف وانتقل للفضاء. لكن كميات الصخور المهولة دي تعدت حجم الكويكب اللي ضرب الأرض أصلا، ده غير انه كمان سمع في كل حتة في الأرض، زلازل في كل مكان، البراكين الخاملة قالت هوبا يلا الكوكب بيولع نساعده. المشكلة أصلا ان في الهند الوضع ما كانش مستقر، كان في براكين نشطة بالفعل، فالوضع تحول لجحيم، برك من الحمم في كل مكان بدرجة حرارة قاتلة. ولو هنسأل عن وضع الديناصورات في الحالة دي، زي ما قلتلك الكائنات اللي عاشت في محيط الاصطدام اتبخروا، الجلد ساح والعظم اتحول لرماد. فاكر عزيزي مشاهد قطيع الألموسور اللي كانوا عايزين يروحوا للغابة علشان ياكلوا؟ الطبيعة وفرت لهم الطريق وبخرتهم. وعلى الناحية التانية في أفريقيا، ما كانتش درجة الحرارة ارتفعت بشكل مهول، لكن الزلازل كانت صعبة جدا. وبرضه فاكر يا عزيزي المشاهد لما القشرة الأرضية كانت بتبقبق وارتفعت 10 كيلومتر فوق سطح البحر؟ أول ما درجة الحرارة نزلت الجبل المتكون ده نزل لمستوى المية الطبيعي تاني، وده هيؤدي ليه بقى؟ صح، موجات تسونامي جبارة. الديناصورات حاليا بتصيح في الزاوية كفاية طبيعة ارحميني، بس لسه التقيل جاي. بقايا الصخور المتناثرة ابتدت تفقد حرارتها في الغلاف الجوي، بتزود حرارة الغلاف وتفقد هي حرارتها، تروح الجاذبية شدها تاني للأرض فتنزل بسرعة كبيرة وتسخن تاني، كور نار مشتعلة نازلة من السماء. التروسورات كانت بتحاول تهرب من الزلازل والبراكين بالطيران، لكن القطة فشلت، أجنحتهم اتخرمت من كل حتة. ومع زيادة الصخور المتناثرة في الجو درجة الحرارة عمالة تزداد. وهنا في نظريتين، النظرية الأولى بتقول إن درجة الحرارة كانت عمالة تزداد بمعدل ثابت لفترة كبيرة من الزمن لحد ما وصلت لدرجات مهولة، والنظرية التانية بتقول إن درجة الحرارة وصلت ل 1200 درجة في دقيقة واحدة. وفي تلك الحالتين ده مش هيفرق بالنسبة للديناصورات، المهم إن هي وصلت ل 1200 درجة، وتخيل دي حرارة أفران المصانع، ده احنا بنصيح لما الحرارة توصل 45. وعلى رأي الدحيح الديناصورات اتحولت لوجبات مندي تسحب منها العظم بكل سهولة. الأوضاع استمرت كده حبة حلوين، بس عايز قبل ما نكمل نعرف شوية معلومات ونجاوب على أسئلة هتساعدنا في فهم النظريات اللي بتوضح الانقراض. سنة 2017 عالم الحفريات روبرت دي بالما كان شغال على أبحاث في منطقة الهيل جريك في أمريكا الشمالية، بالأخص في موقع تانيس، مكان مليء بالحفريات ويعتبر مقبرة للكائنات اللي انقرضت في وقت سقوط الكويكب. الأبحاث على مدار السنوات الأخيرة في مجال الحفريات عرفتنا كتير عن حياة الديناصورات، كيفية الاصطياد، التعايش، التكيف مع الأوضاع الصعبة إلى آخره. لكن الغريب إن مفيش حفريات تواجدت للديناصورات
بعد 65 مليون سنة. طب إيه اللي خلاهم ينقرضوا؟ ده كان من أصعب الأسئلة أمام علماء الحفريات، وكان فيه افتراضات كتير أشهرهم هو الكويكب اللي اصطدم بالأرض، لكن إحنا عايزين دليل ملموس يؤكد على انقراض الديناصورات كان بسبب الكويكب. من المتعارف في علوم الأرض إن كل ما تنزل بالطبقة الأرضية للأسفل بتلمس صخور من عصور أقدم، وفي موقع التنس وجدنا في الطبقة اللي بتفصل ما بين عصر الثدييات والديناصورات عنصر غريب على الأرض وهو الإيريديوم. العنصر ده قليل جدا في القشرة الأرضية، لكن الغريب إنه موجود بكثرة في الطبقة دي، وعلى الرغم إنه شائع في كوكب الأرض إلا إنه موجود بغزارة في الأجسام الفضائية، ده غير تواجد بعض العناصر التانية اللي بتأكد على سقوط الكويكب. طب كويس، إحنا لقينا الدليل الملموس، عايزين نعرف السيناريو مشي إزاي بعد سقوط الكويكب. موقع التنس من 66 مليون سنة كانت بتبعد عن مكان سقوط الكويكب بمسافة كبيرة، لكن الغريب تواجد فيها حفريات للتيركس، ترايسيراتوبس، تروسورات وثدييات، وكلهم تقريبا في نفس المكان، وبرضه ماتوا في نفس الوقت اللي سقط فيه الكويكب، وتأكدنا من الكلام ده بعد ما عملنا أبحاث الكربون المشع. طب ليه الكائنات دي تتأثر طالما هي بعيدة؟ هل بسبب درجات الحرارة العالية؟ الزلازل؟ ولا موجات التسونامي؟ حفرية كاملة لسلحفاة بالإضافة إلى سمكة من العصر الطباشيري اكتشفوا عن طريق روبرت. السلحفاة توجدت في مكان بعيد عن المية، فغالبا في شيء دفعها ناحية اليابسة، ومداخل السمكة وجدنا قوى صخور متجمدة ممكن تكون دليل على موتهم في نفس اليوم اللي سقط فيه الكويكب. علشان نتأكد لازم نحلل مكونات الصخور اللي داخل السمكة مع الصخور اللي في موقعة الكويكب، ولو النتائج تطابقت يبقوا ماتوا في نفس اليوم. وبالفعل كل العناصر اللي موجودة في الصخرة دي هي العناصر الموجودة في الصخرة اللي عند الكويكب، وده فعلا بيأكد انهم ماتوا في نفس يوم سقوط الكويكب. بس ليه في نفس اليوم؟ وليه موجودين على اليابسة؟ ده اللي هتجاوب عليه الحفريتين الجايين. دي قشور من الامينوتس. الامينوتس دي كائنات بحرية شبيهة بالحلزونات لكن على اكبر، متواجدة في جزء رطب من القشرة الارضية، واللي مفروض تكون القشرة دي صلبة الا لو كان في فيضان دفعها لليابسة ورطب القشرة. الشيء الرائع اللي تواجد في منطقة تانس هو فخذ لديناصور نباتي محتفظ بشكله، وده صعب يكون مات بسبب مفترس وإلا شكل العظم كان هيبقى مختلف تماما. الأرجح أنه انجرف في المياه بقوة كبيرة أدت إلى انفصال الفخذ عن الجسم. علشان السلحفاة وفخذ السيسلاسور يكونوا محتفظين بشكلهم لازم يدفنوا عن طريق المياه، ووجود الأمينوتس والأسماك البحرية ده اللي بيأكد على حدوث موجات تسونامي مهولة. بس هل يعقل ان الموجات تسافر من سواحل المكسيك وصولا لمنتصف غرب امريكا الشمالية خلال ساعتين من الاصطدام؟ ده اللي هيجاوب عليه البروفيسور استن بنديفيك خبير في موجات التسونامي. وضح البروفيسور ان الزلازل القوية ممكن تسبب موجات صادمة هتسافر لمسافات بعيدة في وقت قصير، والدليل على كلامه ان كان في زلزال في اليابان بمقدار 9 ريختر سمع في امواج غرب النرويج، وأكد البروفيسور إن سقوط الكويكب هيؤدي لزلازل تتخطى 10.5 ريختر، وأكيد هتعمل موجات ضخمة تصل لحوالي 100 متر فوق سطح المية، وطبيعي إنها تسافر آلاف الكيلومترات في وقت قصير. أبحاث موقع التنس في الهيل جريك أعطتنا معلومات كتير تساعدنا في تصور أحداث الانقراض بكل تفاصيله. الأبحاث دي استمرت لسنوات باستخدام أعلى مستويات في التكنولوجيا، ومع كل معلومة بيكتشفوها السيناريو بيبقى أوضح بكتير. بعد اصطدام النيزك بساعتين أمواج التسونامي انتقلت لأماكن بعيدة مختلفة في كوكب الأرض، أمواج بارتفاع 100 متر شالت كل حاجة في طريقها، كانت بحرية كتير اترمت على اليابسة وفيضانات غطت البرية باللي فيها، وفي نفس الوقت كور النار نزلت على الغابات وأحرقت معظم أشجار الكوكب. الكائن اللي عايز يستمر في الحياة لازم يدفن نفسه تحت الأرض وإلا هينتهي من الحرارة والغازات السامة. ودي كانت أحداث اليوم الأول، زلازل، براكين، تسونامي، حرارة قاتلة، لكن الأسوأ لسه جاي. في الوقت ده كان 75% من المخلوقات تم محوها بالكامل، وال 25% المتبقيين أغلبهم ديناصورات صغيرة وثدييات وحشرات ونباتات، لكن الوضع مش هيستمر كتير لأن مع زيادة ثاني أكسيد الكبريت من فوهات البراكين وثاني أكسيد الكربون من احتراق الغابات
والغازات السامة الصاعدة من انصهار القشرة الأرضية عند موقعة الاستودام في المكسيك أغرقوا الكوكب في ظلام كامل. ضوء الشمس مش بيوصل، النور الوحيد اللي على الأرض هي النيران المشتعلة اللي استمرت لشهور، وحتى النباتات اللي نجت من الاحتراق ما لقيتش ضوء الشمس علشان تعمل عملية البناء الضوئي، والكائنات البحرية اللي بتعتمد بشكل كبير على الأكسجين ابتدت تتخنق وتموت بسبب الغازات السامة، ده غير الأمطار الحموضية القاتلة. ومع الوصول للنقطة دي 90% من المخلوقات البحرية ماتت بالفعل. درجة الحرارة نزلت بشكل كبير، عصر جليدي هيستمر على الأرض لعقود. الكائنات اللي طلعت من جحورها شايفة الموت في كل مكان، جثث الديناصورات موجودة في كل حتة، ظلام أسود وسط الثلوج البيضاء. الثدييات طلعت أخيرا بعد هيمنة كبيرة للزواحف العملاقة استمرت لأكثر من 160 مليون سنة. حاليا عصر الديناصورات انتهى وبدأ عصر آخر تحكم فيه أخيرا الثدييات. تخيل تطلع من جحرك اللي طول عمرك عايش فيه متعود على الجوع والعطش ودرجات الحرارة المتقلبة، وفجأة تلاقي نفسك وسط جثث الملوك اللي كانت بتسيطر عليك، لحم الزواحف في كل حتة وكمان حشرات متوفرة. على الرغم من الغازات السامة كانت مرتفعة جدا في الوقت ده وتمثلت في الميثان وأول وثاني أكسيد الكربون، إلا إن في كائنات قدرت تتعايش مع الوضع، أهمهم الفطريات. وعلشان تعرف تنجو في كارثة زي دي لازم تكون بتتحمل الجوع والتقلبات المناخية وبتعرف تستخلص الأكسجين القليل وتحتفظ بيه. وعلشان تعمل كده يا إما يكون حجمك صغير زي الثدييات والطيور والأسماك أو تبقى زي التمساح. التماسيح يا عزيز المشاهد بتقدر تحتفظ بالأكسجين بشكل فعال لدرجة إنها ممكن تعيش تحت المية لساعة كاملة، ده غير إنهم بيعيشوا لفترات طويلة جدا بدون أكل ممكن تصل لسنة. والتقلبات في درجة الحرارة ما كانتش عائق كبير بالنسبة لهم، فعرفوا يكملوا حياتهم مع الطيور والزواحف الصغيرة والثدييات والأسماك والسلاحف. وبعد ما قلت كثافة السحب المظلمة اللي استمرت لسنوات ارتفعت درجة الحرارة تاني بشكل كبير لأن طبقة الأوزون تأثرت بشكل مهول، لكن بالرغم من كده ده كان كفاية لإحياء النباتات من جديد. هو صحيح إن أغلب المناطق الخضراء اتدمرت بالفعل، لكن الجذور ما زالت موجودة في الأرض. ومع زوال الحاجز ما بين الأرض والشمس استعاد كوكب الأرض بريقه من جديد، وأصبحنا في عصر البليوسين، العصر اللي عاش فيه ثعبان تايتانوبو العملاق. اتأكد أنك اشتركت في القناة يا عزيزي المشاهد علشان توصلك حلقات عصور الثدييات. سقوط النيزك على الأرض صحيح عمل كوارث وأنهى على نظام بيئي بالكامل، لكن فكر فيه يا عزيزي المشاهد، لو الكويكب ما كانش سقط شكل الأرض كان هيبقى عامل إزاي؟ هل كنا هنوصل للتقدم اللي احنا فيه؟ هو أنا صحيح زعلت على انقراض الديناصورات، لكن الله ليه حكمة وعارف إن ده أحسن لينا. وبس كده عزيزي المشاهد، دي كانت قصة الانقراض لحظة بلحظة. لو عجبك الفيديو اللايك المشجع هيساعدنا في الانتشار والتطور، وطبعا ما تنساش الاشتراك علشان تعرف أكتر في علوم الحفرية. وبكده نكون وصلنا للنهاية، كان معكم جيو وأشوفكم في فيديو جديد. سلام. الناس اللي هتسأل هل ممكن نيزك تاني يضرب الأرض زي ما عمل في الديناصورات؟ في الحقيقة ده في علم الغيب، هو صعب انه يحصل لكن كل شيء جايز. روح نام يا عزيزي المشاهد.